إذا كنت لا تتحمل الضحك لا تشاهد. لقطات مضحكة ستراها لأول مرة في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. بالطبع هناك الكثير من المواقف تحدث داخل المستطيل الأخضر، وبالطبع لولا وجود الكاميرات لما تمكننا من تصوير كافة المقاطع التي سنشاهدها اليوم، وهذا بالطبع لحسن حظنا. لذا سنتابع اليوم لقطات مضحكة ستراها لأول مرة في كرة القدم. لنبدأ. تقدم هذا اللاعب وسدد الكرة والتي مرت من أسفل حارس المرمى لتذهب إلى الشباك، لكن يمكنكم أن تتابعوا كيف رجعت الكرة وبهذا الشكل تصدها الحارس ليضربها اللاعب وترتطم بالقائم ثم بالحكم ثم تدخل في الشباك، وهنا كما ترون قام الحكم باحتساب هذا الهدف. وقف هذا اللاعب لتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة، فتابعوا كيف سددها بهذا الشكل لتتوجه الكرة بهذه الطريقة خارج الملعب. تحصل هذا اللاعب على انفراد وتقدم بهذا الشكل ليضع الكرة في الشباك، وبالفعل سددها نحو المرمى، لكن يبدو أن هذا الكلب الوفي لهذا الفريق قام بتصدي الكرة. تقدم هذا اللاعب ليسدد كرة يتصداها الحارس بسهولة، لكن رجعت الكرة بهذا الشكل، وعند محاولة هذا المدافع إبعادها قام بوضعها في الشباك. المضحك هنا حسرة الحارس والذي حاول ضرب القائم فتعرقل بالشباك وسقط أرضا. يبدو أن هذا المدرب يعاني للغاية، ليس مع اللاعبين ولا مع الفريق الآخر، بل مع علبة اللبان هذه التي لم تخرج لبانته بسهولة. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا رائعا من تمريرة من زميله الذي أرجع الكرة له ليضعها على يمين الحارس، فذهب ليحتفل بلطمه على وجهه بهذه الطريقة. يمكنكم أن تتابعوا هذه الكرة والتي ذهبت إلى الجماهير ليقوموا بتنطيطها من واحد لآخر إلى أن أفلتت وذهبت خارج الملعب. ركزوا جيدا على هذا الحارس والذي أمسك الكرة وأخذ يشتمها، وانظروا إلى انتشائه بعد الشم. هذا المشجع الذي يقلب كمامته بهذه الطريقة المضحكة ويضعها على أنفه بهذا الشكل. يبدو أن تواجد المياه في الملعب يصعب الكثير من الأمور خصوصا على اللاعبين. يمكنكم أن تتابعوا هذه المعركة المدارة على الكرة وكيف يفقدها اللاعبون بسبب الماء. بعد أن تقدم هذا اللاعب وسجل هدفا فك علم الزاوية وأخذ يحتفل كأنه يجدف على قارب. لنتابع بينما يتكلم هنا مراسلو سكاي سبورت كيف تركوا المراسلة وحدها وأخذوا يتكلموا مع بعضهم البعض، وفي لقاء آخر قامت هي بتركهم لتأخذ ثأرها وتتركهم كما تركوها بهذا الشكل. هذا الصبي الصغير يبدو أنه يحب أن يشاهد حارسة المرمى هذه عن قرب. تابعوا كيف تقوم بترجيه لإعطائها الكرة، وفي النهاية قام بإعطائها الكرة بهذا الشكل. يبدو أن أحدهم حاول ابتلاع لسانه، وهنا حركات غريبة يقدمها هذا المدرب بفمه كما ترون. أحدهم يحترف تنطيط العلكة وليس فقط كرة القدم، إنه مسعود أوزيل. تابعوا ماذا يفعل. هنا يتم تقديم التهاني والتبريكات لماريو غوتزي بعد فوزه بكأس العالم مع ألمانيا.
رونالدو هنا قرر الانطلاق في بداية المباراة ولم يكن يعرف أنه عليه أن يقضي دقيقة حداد وينزل على ركبة بهذا الشكل. لنتابع هنا رقصة من لاعبي تشيلسي بهذا الشكل المضحك بعد الفوز في بطولة السوبر الأوروبية. هنا أحد الجماهير يقدم ورقة نقدية لأحد الحكام وبطبع بشكل مضحك وبمزاح كأنها رشوة حتى يتغاضى عن التسلل. هنا ردة فعل كريستيانو رونالدو على ضياع فرصة للمنتخب البرتغالي فقام بضرب زميله على ركبته بهذه الطريقة. بينما يجري هذا اللاعب بالكرة تابعوا كيف أتى هذا الكلب من خلفه وخطف الكرة وحاول اللعب بها. لنتابع معا خبث هذا اللاعب والذي انتظر قليلا حتى أن ذهب هذا الحارس ليقوم بضرب الكرة لزملائه وبقي مختبئا خلفه إلى أن ترصد اللحظة المناسبة وتمكن من خطف الكرة منه. لنتابع كيف قام بتمريرها لزملائه ليسجلوا هدفا رائعا جدا. هنا هذا اللاعب يقوم بسكب المشروب على رأس المدرب ستيفن جيرارد بعد فوزهم في هذه البطولة. لنتابع هذا اللاعب والذي حاول اللحاق على الكرة من التماس وحاول أن يضربها في الكعب، لكن شاهدوا كيف سقط بهذا الشكل من خلف سور الإعلانات. في هذه المقابلة الصحفية مع أحد المراسلين لقناة سكاي سبورت تابعوا كيف فتحت رشاشات المياه بهذا الشكل، وهنا ردة فعلهم وذعرهم من هذا الأمر. هذا اللاعب ظن أن الرجل الذي يمشي خارج الملعب هو زميله في الفريق فقام بتمرير الكرة له بالخطأ. تقدم هذا اللاعب وسجل هدفا رائعا جدا، لكن تابعوا احتفاله الأروع بالذهاب وأخذ قضمة من هذه البيتزا. في هذه المباراة النسائية يمكنكم أن تتابعوا هذا الببغاء والذي وقف على رأس هذه اللاعبة، فأتى هذا المختص وجعل الببغاء يقف فوق هذه الكرة ثم انطلق الأخير ليقف على هذه العارضة الموجودة في هذا المكان. تابعوا هذا الهدف المحقق والذي أضاعه هذا اللاعب بطريقة غبية، بالطبع يجب عليه أن يتحسر كثيرا على هذه الفرصة. هنا وجد هذا المشرف بالونا فقام بفرقعته، وبينما كان السير أليكسن فيرغسون ملتهيا في المباراة تابعوا ردة فعله ومن معه وذعرهم من صوت هذا البالون المنفجر. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا إبداعيا برأسية مميزة ركض نحو هذا المدرب وأخذ القبعة الخاصة به وأخذ يرقص له بهز الأكتاف بهذا الشكل. تابعوا مورينيو والذي قدم هذه الموزة المقشرة لهذا اللاعب والذي قال له بأن يهديها للاعب داخل المباراة، وبالفعل أخذها اللاعب وقام بأكلها. هنا بعد الفوز في هذه البطولة أتى هنا اللاعبون وقاموا بسكب الثلج فوق مدربهم بهذا الشكل المضحك. تابعوا ماذا حدث. يبدو أن العملة غير موجودة لتحديد بمن ضربة البداية، فقرر اللاعبون عمل ورقة حجر قص ليفوز هذا اللاعب على اليسار كما ترى. هذا اللاعب يمازح زميله فقام بسكب المياه على بنطاله ليظن من يراه أنه قد تبول على نفسه. بينما يتألم هذا اللاعب داخل الملعب قام لاعب الخصم بجره من أقدامه إلى الخارج حتى لا يضيع الوقت،
ولهذا الفعل قام الحكمون بإعطائه البطاقة الصفراء كما تشاهدون. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.